المطلوب لابد من التوافق على وقف إطلاق نار. هذه مسألة لا مفر منها أبدا. حتى إن لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، باعتبار أن وقف إطلاق النار يقتضي بعض الضروريات، المخاطبة بعض القضايا السياسية، إعلام مبادئ وغيره، وقف عدائيات. حتى الوقف العدائيات يمكن أن يشرط بأغراض إنسانية. الآن السودان يعني يعاني معاناة، كل الشعب السوداني يعاني معاناة مريرة، سواء كان في دارفور، كردفان، النيل الأزرق، الوسط، في شمال السودان، كله الآن يعاني معاناة شديدة. وبالتالي القضية الأساسية الجوهرية وقف عدائيات أو وقف إطلاق نار، حتى إن كان مشروطا بالقضايا فقط للقضايا الإنسانية، هذه القضية يجب أن توصل للأطراف الغائبة وتحديدا للقوات المسلحة. الشيء الثاني، لا بد من التوافق على تشكيل آلية مشتركة. وحتى هذه الآلية المشتركة احنا قلنا انه نضمن مشاركة الجميع، على اساس انه نضمن هذه المساعدات القادمة سواء كان من دول الجوار او من المجتمع الدولي او غيره. مشاركة الاطراف تضمن انه هذه مساعدات لأغراض إنسانية وليست مساعدات عسكرية.